عند المدخل الغربي لمدينة تعز، وبمعزل عن أي جهود أممية أو حقوقية، تمت عملية تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية والميليشيات الإنقلابية هي الأكبر كما وصفت. العملية توجت بالإفراج عن 185 أسيرا من الطرفين، قادها وسطاء محليون، وشملت عملية التبادل 75 عنصرا من المقاومة الشعبية و110 من الميليشيا. رئيس لجنة تبادل الأسرى أوضح أن عملية التبادل جرت لدوافع إنسانية دون أي شروط. صفقة تبادل الأسرى وصفت بغير المنصفة على مستوى أعداد الأسرى بين الفريقين، ناهيك عن الفرق في حالاتهم، إذ يرى البعض أنه من غير الإنصاف مبادلة أسير حرب ألقي القبض عليه في المواجهات بآخر تم اختطافه من داخل منزله، وهي من حيل الميليشيا كما يقول آخرون، حيث تقوم الميليشيا باختطاف المدنيين العزل من منازلهم ومن بين أسرهم لتبادلهم بعناصرها الذين وقعوا أسرى حرب في جبهات القتال. تبادل الأسرى بجهود محلية لم تكن هي الأولى، فقد سبقها عمليات كثيرة في تعز والمحافظات الجنوبية، وقد لا تكون الأخيرة، إلا أن مضيها بمعزل عن الدور الأممي الذي ما فتئ يطالب بالإفراج عن السجناء والأسرى والمعتقلين يؤكد غيابه عن الواقع الذي تشهده البلاد. قضية الأسرى والمعتقلين التي كانت حاضرة بقوة في مشاورات الكويت لا تزال غائبة كعادتها أمام تعنت الميليشيا، وتخفق تحت مظلة الأمم المتحدة التي تحول الخطاب فيها بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت سلطة البند السابع والقرار الأممي إلى ما يشبه الاستجداء. حول أهمية احترام حقوق المحتجزين والسماح للمنظمات الإنسانية بزيارتهم، فبعد عام من انطلاقها تثبت هذه المشاورات يوما بعد آخر ترهلها وعدم جدواها ما لم تبنى على الأحداث الميدانية وعلى جديتها.